كاين والو في هاد البلاد معذبين والله الا كنتعذبوا وما كاينش اللي كيشوفك الهضره بقاتش في الهضره بقات في التطبيق غنديرو غنفعلو احنا خدامين الفريق نهار كامل الله واحد واريدة عني مسكينه هي مريضه الدواء ديالها قسمت لك في امي بالله 300 درهم كل 15 يوم خصك تعطيها لها منين غتجيبها لها منين عباد الله منين كتمشي كتبغي تخدم كيقول لك 60 درهم لا حول ولا قوة الا بالله انا دابا في هاد اللحظة شتي يجي ويقول لي هاد الشيء في صومبرير غنمشي فيه والله غنمشي فيه ما نبقاش كذبش عليا واصلا زعما المواطن المغربي مضرور عباد الله مضرور بمعنى الكلمة وما كاينش اللي كيحس بك مازال حنا راه كنقولوا بصحتنا كنهضروا الحمد لله وكنشكروا باقي فينا ما كذبش عليك كيما قلت لك الوجوه بعدا والله كنفرغ على قلبي واحد الشجره بزاف معذبين بمعنى الكلمه مازال انا راه ما كنهضر كاين واحد اخر مسكين غادي عنده في الدار بقى كيشوف عينيه كيف ما كاينش اللي كيحس بك شي واحد راكب على طوموبيل دايره 100 100 واحد مسكين ما لاقيتش ما لاقيتش باش يتعشى خبزه عيب وعار